السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أي شيء، ما ننساش إخواتنا في فلسطين وفي السودان بالدعاء. وطبعا أنتم مش مستنين أنا أوصيكم على حاجة زي كده يعني. وطبعا أخونا محمد دسوقي عليه رحمة الله تعالى، ربنا يجعله في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. وقبل أي شيء، عيد سعيد عليكم يا شباب، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله تكونوا بخير دايما يا رب، في أفضل حال أنتم وكل حبايبكم. وطبعا العيد، عيد الفطر مش عيد الأضحى، فأي حد بيسمعني في عيد في عيد الأضحى أو حتى بعده، فيعني ربنا يتولاه ويعينه ويتولانا ويعيننا إحنا كمان. ومش عارف أقول مبارك عليكم انتهاء الشهر الكريم، ولا أقول يا حسرة على انتهاء الشهر الكريم. ولكن على كل يعني، فربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويجعله شاهدا لنا لا علينا. وأسأله سبحانه ألا يجعل هذا الشهر الكريم وهذه الليالي الكريمة آخر العهد بيننا وبين الاجتهاد في الطاعة، وأن يهدينا ويثبتنا، فإنه لا يهدي إلى أحسن الأخلاق إلا هو سبحانه وتعالى، فعليه نتوكل وبسم الله نتوكل. تمام. إن شاء الله يا شباب هنتكلم أو هنراجع، فأنت مش مستنين إن أنا أقول لك كل كلمة في الكتاب جت، كل كلمة عن المواضيع اللي معانا يعني جت منين وراحت فين وكيف بدأ الخلق، إنما إحنا جايين نتكلم في الحاجات الموجودة في الكتاب واللي ممكن يتسأل عليها. تمام. إنما غير كده فلا، دي مراجعة مراجعة. تمام. هما 3 مواضيع: هوشتيزم، لويتال فيز ديفكت، هايبر بروكتينيميا. اسهل واخف 3 مواضيع في المنهج، فان شاء الله ما ياخدوش وقت يعني، ونخرج باستفاده كويسه. قبل اي شيء، عاوزك تفرق ان الهوشتيزم ده هو عرض وليس مرض، عرض وليس مرض. فهو عرض عادي خالص بيظهر ضمن مجموعه اعراض نتيجه زياده هرمون الاندروجين في جسم الانثى. اصلا هرمون الاندروجين ده مكانه مش في جسم الانثى، هو مكانه في جسم الذكر، عشان مسؤول عن حاجه احنا بنعتبرها من الصفات الذكوريه الثانويه، الا وهي حاجه اسمها السيكشوال هير، اللي هو الشنب، الدقن، شعر الصدر اللي هو الشيست هير، الابدومينال هير، السبيشال ديستريبيوشن اوف بيوبيك هير، الهير الموجود في الثاي، الموجود في البوتكس، الكلام ده كله اسمه سيكشوال هير، نتيجه وجود الاندروجين في جسم الذكر. وبالتالي الاندروجين لما نسبته تزيد في جسم الانثى هتكون مشكلة ان هو هيظهر او هيظهر السيكشوال هير، في مشكلة تسمى الهرشتيزم. تمام. وبالتالي الهرشتيزم ده عرض ضمن مجموعة اعراض نتيجة زيادة هرمون الاندروجين. فخلينا ناخدهم كده ايه بالمرة، الاعراض نتيجة زيادة هرمون الاندروجين. طبعا احنا قلنا ان الهرشتيزم ده هو الموست سنسيتيف ماركر فور انكريز اندروجين في الفيميل. طبعا تمام. هنعرف بعد شوية ان شاء الله ان في امراض معينة زي الكوشنج وي، زي البوليسيستيك اوفري، ممكن تكون السبب وراء زيادة نسبة الاندروجين ده. فالاعراض بتاعت الامراض ديت هي كمان هتظهر. تمام. في اعراضين بعد كده مهمين جدا اسمهم ديفيمينايزيشن وفيراليزيشن. تمام. ونخلي بالنا ان التفاصيل اللي جنب كل واحد فيهم ممكن يتسال عليه ام سي كيو عادي جدا. فالديفيمينايزيشن جنبها حاجتين بحرف الاي، اول حاجه اتروفي اوف بريست اند فاجينا، وان اوفاليويشن ديس فانكشن يوترين بليدنج. وانت لو مذاكر محاضره الابنورمال يوترين بليدنج، والمفروض ان انت مذاكرها قبل المحاضره دي، فهتكون فاهم المصطلح ده يعني ايه بالتفصيل المهم، فانت مش مستنيين ان انا اقول لك كده، ان انا اشرحه لك يعني. فنعديه. بعد كده فيراليزيشن، مجموعة أعراض كده منها الأسيناي، الإنكريز ليبيدو، ماسكولينيزيشن، كليتروميجالي اللي هو الكليتورس بتاع الأنثى يعني بيتضخم وشكله بيتحول، بيكون قريب شوية لشكل البينس في الميل. وطبعا الديب فويس، لازم تحفظ الأعراض اللي موجودة جنبها ديت جدا. تمام. لأن ممكن يسألك سؤال ام سي كيو يقول لك all of the following except، ويغير لك واحدة منهم. تمام. وطبعا الأعراض دي سهل ان انت تحفظها يعني، هي دي بتبقى ظاهرة على أي واحدة فيمينيست من غير زيادة أندروجين ولا أي حاجة يعني. تمام. نرجع لكلامنا وملناش دعوة بحد. احنا قلنا طبعا ان الهرشتيزم الديفينيشن بتاعه زياده السكشوال هير اللي هو بيكون موجود في الميد لاين يعني، وده بيحدث في نسبه 5 ل 10% من الستات. تمام. عاوز بس ان احنا نفرق ما بين حاجه من اتنين، في حاجه اسمها سكشوال هير وفي حاجه اسمها فاين هير او نورمال هير يعني. الفاين هير ده
اللي هو موجود في الايد والرجل، اللي هو موجود في الايد والرجل ده بي بي ده بي ما بيكونش معتمد على الاندروجين، فهو لما يزيد بيكون السبب حاجه فاميليال، تمام؟ فما بنسموهوش، فلا نعتبره ضمن الهرشتيزم، انما بنقول عليه حاجه اسمها هايبر ترايكوزيس. هايبر ترايكوزيس، تمام؟ تمام، يبقى انت لازم تفرق ما بين المصطلحين دول، تمام كده. في دياجرام مهم جدا، يعتبر هو الاساس المحاضره او اساس الموضوع ده، وحرفيا هتطلع منه الكوزس والتريتمنت والانفستيجيشن وحاجات كتير قوي، ليله كبيره قوي كده، تمام؟ فالدياجرام ده مهم جدا يا شباب، فركزوا فيه. يعني بيقول لك ان السبب، بيقول لك ان السبب وراء زياده او ظهور السكشوال هير هرمون اسمه دي اتش تي او الداي هيدرو تستستيرون، تمام؟ ده موجود فين؟ موجود في الهير فوليكل نتيجه تحول التستستيرون باستخدام انزيم اسمه 5 الفا ريدكتيز للدي اتش تي، تمام؟ وبالتالي هنا في حاجه بنعتبرها مربط فرس، ان احنا لو لقينا دواء هيوقف الانزيم ده اللي هو 5 الفا ريدكتيز، الدواء ده طبعا هيوقف لنا المشكله كلها، وبالتالي ده هيكون التريتمنت اوف شويس يعني، تمام كده؟ تمام. بيقول لك ان في اربع هرمونات في الجسم، اللي هو التستوستيرون والاي دي والدهيه والدهيه سلفيت او الدهيه اس، الاربع هرمونات دول هم المسؤولين عن انتاج الدي اتش تي في الهير فوليكل عن طريق الفايف الفا ريدكتيز. الاربع هرمونات دول لهم مصدرين يتم انتاجهم عن طريق المصدرين دول، الا وهما الاوفري والادرينال جلاند، وكل هرمون منهم بينتج من هنا ومن هنا بنسبه معينه. يعني مثلا والنسب دي مهمه جدا يا شباب، يعني مثلا التستوستيرون بينتج بنسبه 25% من الاوفري و25% من الادرينال جلاند، وفي نسبه مهمه جدا اللي هي 50% اللي هي اكبر حاجه من البريفرال كونفرجن، يعني نتيجه تحول الاي دي للتستوستيرون في الهير فوليكل طبعا، او عن طريق البريفرال كونفرجن، تمام؟ طب الاي دي بنسبه 50% من الاوفري و50% من الادرينال جلاند، وده مش مهم قوي. الدهيه 10 اوفري 90 ادرينال، مش مهم قوي برضو. انما المهم جدا بقى الدهيه سلفيت او الدهيه اس، لا ينتج نهائيا من الاوفري ولكنه ينتج النسبه كامله 100% من الادرينال جلاند، وبالتالي احنا لو قسنا الدهيه سلفيت في الجسم ولقيناه عالي، ده يدل ان احنا عندنا مشكله في الادرينال جراند. وده ياخدنا لنقطة تانية، ان بما ان المصدرين دول هم المسؤولين عن انتاج الاربع هرمونات دول، تمام؟ وبالتالي اي مشكلة هتسبب زيادة افراز الاوفري والادرينال للاربع هرمونات دول هينتج في الاخر خالص مشكلة الهيرشتيزم، تمام؟ ان هم هيزودوا نسبة الاربع هرمونات دول، فهيزيد تحولهم للدي اتش تي اللي هو مسؤول عن ظهور السكشوال هير، وبالتالي هيزيد السكشوال هير وبالتالي مشكلة الهرشتيزم، تمام؟ ايه الاسباب اللي ممكن تزود انتاجهم للاربع هرمونات دول؟ في حاجة اسمها فيريلايزنج تيومر، فيريلايزنج تيومر بيحصل في الاوفري فاسمه فيريلايزنج اوفريان تيومر، وبيحصل في الادرينال فاسمه فيريلايزنج ادرينال تيومر. ده بيشوف الخلايا المسؤولة عن إنتاج الأربع هرمونات دول هنا وهنا ويزودهم، تمام؟ ببساطة شديدة، تمام؟ في سبب كمان في الأوفري طبعاً، متى ذكر الأوفري في المنهج تقوم راشق جنبه كلمة بوليسيستيك أوفري، تمام؟ فدول السببين عندنا اللي هو في الأوفري، اللي هو أول حاجة الفيريلايزنج أوفريان تيومر، وتاني حاجة البوليسيستيك أوفري، تمام؟ تاني سبب في الأدرينال جلاند حاجة اسمها كونجينيتال أدرينال هايبربليجيا. كونجينيتال أدرينال هايبربليجيا ده عبارة عن إيه؟ هقول لك حاجة يا سيد الفاضل. طبعا انت عارف ان دي البيتيتوري، تمام؟ وان دي الادرينال جلاند. البيتيتوري بتفرز ACTH، يقول للادرينال جلاند طلعي اتنين هرمون بنفس النسبه، الاتنين بيتفرزوا مع بعض، حاجه اسمها كورتيزول والاندروجين اللي احنا عمالين نتكلم ونرغي عنه، تمام؟ تمام. في حاجه بقى اسمها اللي هو السي اي اتش، اللي هو كونجنتال ادرينال هايبربليجيا، بيقول لك ان الكورتيزول ده نسبته بتقل في الجسم. ليه بقى؟ او نسبه انتاجه بتقل. وفي معادله كبيره قوي وضخمه قوي كده، بتبدا بالكوليسترول، بعد كده بتحول لبريجنالول باين،
بعد كده بروجستيرون، وبينتهي في الاخر خالص لثلاث حاجات اللي هو اندروجين وكورتيزول والدوستيرون. تمام، لو انت ركزت في المعادله دي او لو احنا جبناها يعني، ولكن هي عليها تفاصيل كتير ومش مهمه فمش هنجيبها. تمام، ان الكورتيزول ده بيتم انتاجه باستخدام انزيم اسمه 21 او 11 هيدروكسيليز. الانزيم ده لما ما يكونش موجود في الجسم او نسبته قليله، وبالتالي الباث واي بتاع انتاج الكورتيزول هيقل او هيتوقف خالص، وبالتالي المعادله هتتحول تماما لانتاج الاندروجين، وبالتالي الكورتيزول نسبته قلت في الجسم، فهيطلع بوزيتيف فيدباك على البيتيوتري، تقول لا الحقي ده الكورتيزول قليل في الجسم، فالبيتيوتري هتقوم فرزه اي سي تي اتش، تقول لهم روحوا فوقوا الادرينال جلاند، قولوا لها انت ما بتفرزيش كورتيزول ليه؟ فتقول والله ده انا بفرزه، وتزود انتاجها وتزود انتاجها اللي هو انتاجها اللي هو ايه؟ اللي هو الكورتيزول والاندروجين. ولكن طبعا في مشكله، احنا بقى اللي عارفين ان في مشكله في ال 21 وال 11 هيدروكسيليز، وبالتالي الكورتيزول مش هيتكون برضه، وبالتالي مين المستفيد؟ الاندروجين، ان نسبته عماله تزيد. مالكش دعوه بكل الهري ده، انت ليك دعوه ان في سببين في الاوفري اللي هو الفيرولايزنج اوفريان تيومر والبوليسيستيك اوفري، وفي سببين في الادرينال جلاند اللي هو الفيرولايزنج ادرينال جلاند والكونجينيتال ادرينال هايبربليجيا. تمام، نرجع لكلامنا، دي طبعا كده ايه الاسباب. بيقولك ان الاسباب عندنا منها اسباب فيسيولوجيكال، اسباب باثولوجيكال، اسباب فارماكولوجيكال. الاسباب الباثولوجيكال خدنا الاوفر اللي هو بوليسيستيك اوفري والفيرولايزنج اوفريان تيومر، الاسباب في الادرينال اللي هو فيرولايزنج ادرينال تيومر برضو، والكونجينيتال ادرينال هايبر بليجيا. تمام، في حاجه مهمه بقى في الكتاب ده اللي هو كتاب الدكتور محمد عبد السلام، حاجه اسمها 6 هرمون بايندنج جلوبين. ده جلوبين كده بيفرز من الليفر وبيمشي في الدم، يشوف ال 6 هرمون اللي ماشي يتسرمح في الدم، ويقول له انت ماشي تتسرمح ليه، ويقوم ماسكه من ايده. تمام، يلمه يعني ويمسكه من ايده، ويروح مكان ما يقابل ريسبتور محتاج السكس هرمون ده عشان يشتغل، يقوم سايب السكس هرمون من ايده ويقول له ايه، شوف شغلك بقى يا عم. ولكن هو في الاصل ماسك او لا ماسك السكس هرمون من ايده، او بمعنى تاني ان هو لمه من السرمح. تمام، وبالتالي لما يحصل مشكله في الليفر فتقل نسبة ال SHBG ديت، السكس هرمون مش هيلاقي اللي يلمه او مش هيلاقي اللي يمسكه من ايده، فهيتسرمح براحته في الدم. وبالتالي شغله على الريسبتور بتاعته هتزيد، وبالتالي السكشوال هير هيزيد. تمام، ال SHBG بيقل بسبب ايه؟ قلنا طبعا الليفر ديزيز لما يكون في مشكله في المصنع بتاعه او الاوبيسيتي، هو سبب بيتحشر في النص في اي حته، فمش مشكله. وحاجه اسمها هايبو ثايروديزم، حاجه اسمها هايبو ثايروديزم، هو احنا لو اتكلمنا فيها هي حوار كبير قوي. تمام، اللي هو تاثير التي 3 والتي 4 على الاس اتش بي جي، ولكن بشكل عام يعني هم لو زادوا هيحصل ايه؟ زياده في الاس اتش بي جي، لو قلوا هيحصل نقص في الاس اتش بي جي، وبالتالي يحصل هيرشوتيزم. تمام، بس في سؤال مهم، هو لو سالك قال لك هو تاثير التي سي والتي 4 على الجلوبين ده دايركت ولا اندايركت، هتقول له ان هو ان دايركت. تمام، كده الباثولوجيكال كوز خلصت. في بقى حاجه اسمها فيسيولوجيكال كوز، هم ثلاثه بحرف البي اللي هم البيوبرتي والبريجنانسي والبوست مينوبوزال. تمام، في اسباب فارماكولوجيكال هم خمسه، السنسيتك بروجستيرون والكورتيكوسترويد والانابوليك دراجز مش مهمين، الدايازوكسيد مهم شويه، اهم واحد فيهم بقى الدانازول. واحنا بقى عاوزين نقف مع الدانازول ده وقفه محترمه كده، بما ان ديت مراجعه فلازم ان احنا ايه نجمع حاجه حلوه كده. فالدانازول ده ذكر في المنهج بتلات حاجات، ان هو بيعمل تلات حاجات. اول حاجه اللي هو بيستخدم كبوست كوتال كونتراسبشن، يعني بعد الانتر كورس الست بتاخده عشان ما يحصلش حمل، يعني هتتشرح في محاضره الكونتراسبشن فنسيبها دلوقتي. تمام، الدانازول بنعالج بيه تلات حاجات، اول حاجه بريكوشوس بيوبرتي، تمام،
بريكوشوس بيوبرتي، بنعالج بيه اندوميتريوزس، بنعالج بيه فايبرويد. احفظها يعني، جمع الحاجات دي اكتبها في جنب كده واحفظها، انت مش لازم تفهم كل حاجة. تمام. سايد افكت او الدنازول ده بيسبب لك ايه؟ بيسبب لك اول حاجه واهم حاجه طبعا الهيرتزم اللي هو المشكله اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي، والامينوريا والمينيبوزال افكت. وطبعا انت اذا ذاكرت يعني محاضره المينيبوز هتعرف ايه هم المينيبوزال افكت دول، عشان ممكن يجبلك في الام سي كيو اللي هو الدراي فاجينا والاتروفي والكلام ده كله. تمام. نرجع لكلامنا، احنا كده خلصنا الكوزس وخلصنا وكنا مخلصين الكلينيكال باكج، ندخل بقى على الانفستيجيشن. تمام. مش انا كنت قلت لك ان الدهيا سلفيت ده لا يفرز من الاوفري ويفرز بنسبه 100% من الادرينال؟ وبالتالي احنا لو قسناه في الدم ولقيناك ولقينا نسبته كبيره هيكون مشكله عندك في ايه؟ في الادرينال. تمام. حاجه تانية اللي هو التستوستيرون، احنا كنا قلنا ان بيفرز بنسبه 25% من الاوفري و25% من الادرينال و50% اللي هو النسبه المهمه جدا اللي احنا كلنا بننساها من البريفرال كونفرجن. تمام. ولكن جه في الكتاب قال لك لو انت لقيته عالي فهتلاقي، فاعرف ان المشكله في الاوفري فاحفظها زي ما هي. تمام. مش احنا كنا قلنا ان من ضمن الاسباب اللي هو نقص الاس اتش بي جي اللي هو السكس هرمون بين الجلوبيل، او كان من ضمن اسباب نقصه ايه اللي هو هايبوثايروديزم، وبالتالي اس تي 3 والتي 4. تمام. انت فاكر لما احنا قلنا في الكلينيكال بيكتشر فوق اهو ان الكوشنج ده ممكن يكون سبب، وبالتالي اعراضه هتظهر برضو مع اعراض الهرشتيزم والفيراليزيشن والحاجات دي كلها. فانت علشان تعرف ان في كوشنج ولا لا، قيس الكورتيزول هتلاقيه عالي هتعرف ان في كوشنج، بسيطه خالص. تمام. التريتمنت بقى، التريتمنت برضو يعني العب فيه لعبه كده، قسمها لانه هو تفاصيل جوه تفاصيل جوه تفاصيل زي الاحياء العشوائيه كده، فانت قسمها عشان ما تنساش حاجه، لان المفروض انت ما تنساش حاجه يعني من التريتمنت ده. التريتمنت بيقول لك عندك حاجه بروفلاكسز وحاجه اسمها اكتيف، يعني بروفلاكسز تريتمنت واكتيف تريتمنت. البروفلاكسز ده اللي هو هنعرفها دلوقتي. تمام. تمام. انما الاكتيف تريتمنت بيقول لك له شقين اللي هو تريتمنت اوف كوز والميديكال تريتمنت. الميديكال تريتمنت بقى اللي هو المهم له برضه شقين، يا اما تقلل البرودكشن بتاع الاندروجين يا اما تقفل الريسبتورز بتاعت الاندروجين فما تخلوش يشتغل. بس كده، بس كده. يبقى التريتمنت قلنا ان اول حاجه البروفلاكسز اللي هو ايرلي تريتمنت اوف كوز وافويد الاوبيسيتي والاندروجين لايك دراجز والكلام ده كله. تمام. الاكتيف تريتمنت قلنا طبعا التريتمنت اوف ذا كوز كبر. الميديكال تريتمنت بقى وده مهم جدا. تمام. قلنا ان في حاجات هتقلل البرودكشن، في حاجات هتقلل البرودكشن وفي حاجات هتعمل بلوك للريسبتورز. تمام. الحاجات اللي هتقلل البرودكشن ركز عشان ده سؤال ام سي كيو متكرر جدا جدا جدا. في ثلاث حاجات هيقللوا لك الاوفري اندروجين او الاوفري برودكشن، يعني اللي هم السي او سي بي والديبوفيرا والانالوج. طبعا الانالوج احنا عارفينه، السي او سي بي ده اللي هو كومبايند اورال كونتراسبتيف بيلز تمام. انما في حاجه واحده بس هي اللي هتشتغل على الادرينال اندروجين اللي هو الكورتيكو استرويد. سؤال ام سي كيو مهم جدا. تمام. طب الادويه اللي هي هتقفل الريسبتورز، طبعا هم خمسه اهمهم السبيرو ده والاندرو كيور، ولكن يعني احنا ممكن نجمعهم كده ايه في كلمتين صغيرين كده اللي هو كي اف سي اللي هو كنتاكي يعني. تمام. وكلمه تانية اللي هو ان اس سي، وده اختصار لمنظمه كده اسمها ناشونال سوس مش فاكر. تمام. ولكن هما كلمتين كي اف سي وان اس سي، يا عم اعتبره ان هو فريق كوره. تمام. ومثلا النيل اللي هو نايل سبورتس كلاب. تمام. نايل سبورتس كلاب، فكي اف سي وان اس سي. الكي كيتو. تمام. والاف اللي هو فلوتاميد، والسي خد لك اي واحده من الاثنين دول. انما ال ان اس سي الان اللي هو نيل كذا. تمام. الاس اللي هو السبيرو اللي هو طبعا اهم حاجه عندنا، والسي خد التانيه اللي انت كنت سايبها. بس كده، كده الهيرتزم خلصت.
الموضوع التاني معانا وهو الوتيال فيز ديفكتورز. قبل ما نتكلم في اي حاجه عندنا كلمتين كده من محاضره الفسيولوجي المفروض نكون عارفينهم يعني. تمام. الهايبو بيقول لك ان الهايبوثالاماس بيفرز الجونادوتروبين ريليزنج هرمون يروح على البيتيوتري جلاند يخليها تفرز الاف اس اتش وال ال اتش. والمفروض ان اللي ظاهر قدامنا ده المفروض يعني ان هو الاوفريان سايكل. تمام. وزي ما انت عارف ان الاوفريان سايكل مقسومه نصين يعني فيرست هاف و سكند هاف. اثناء الفيرست هاف ده الاف اس اتش بيشتغل على البريمورديال فوليكل وبيحولها في الاخر خالص لجريفيان فوليكل او اللي هو ماتيور فوليكل يعني. وبالتالي بنسمي المرحله دي بفولوكيلر فيز. فولوكيلر فيز والجريفيان فوليكل دي بتفرز لنا هرمون الاستروجين اللي بيروح يشتغل على الاندوميتريوم اوف يوترس علشان يعمل لها بروليفريشن يزود السمك بتاعها يعني وكده. وبالتالي بنسمي المرحله دي برضو باسم ثالث الا وهو البروليفريشن فيز. بروليفريشن فيز. تمام كده. تمام. وعند اليوم ال 14 الجريفيان فوليكل ديت بيحصل لها رابشر وبيخرج منها الاوفم بيحصل يعني عمليه الاوفاليويشن وبتتحول تباعا للكوربس ليوتيام. وبالتالي بنسمي المرحله دي بالليوتيال فيز تيمنا بالكوربس ليوتيام اللي عندنا ده. والكوربس ليوتيام ده بيفرز هرمون البروجستيرون اللي هو مهم جدا 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 لانه بيعمل نورشمنت للاندوميتريوم اوف يوترس وبيجهزها علشان تستقبل الجنين ان هو بيعمل تعديلات في الفاسكولاريتي وبيزود السكريشن وكده. وعشان كده بنسمي المرحله دي بسكريتوري فيز. تمام. والمفروض ان الفتره دي كلها كده بتاخد لها حوالي 14 يوم. خلال ال 14 يوم دول بيكون البروجستيرون بيفرز علشان يهيئ بطانه الرحم او الاندوميتريوم انها تستقبل الجنين. ولو ما استقبلتش جنين يعني لو ما حصلش حمل في نهايه الفتره دي كلها بيحصل منيسيز اللي هو الدم اللي بينزل يعني. تمام كده. تمام. وبالتالي نسبة البروجستيرون دي لو قلت او ال 14 يوم دول لو قلوا الاندوميتريوم مش هتكون وصلت للجاهزية التامة بتاعتها انها تستقبل جنين وبالتالي مش هتقدر تستقبل جنين وبالتالي هيحصل ابورشن. هيحصل ابورشن وابورشن ورا ابورشن ورا ابورشن هيحصل في الاخر انفرتيليتي. تمام كده. تمام. خلينا بقى نرجع للكلام بتاع المحاضرة بتاعتنا. بيقول لك اليوتيال فيز ديفكت. خلينا نجيب التعريف كده من الاخر الاول. بيقول لك ان بيحصل بريماتيور ديجنريشن اوف كوربس ليوتيام وبالتالي بيحصل ديفكت ان سكريشن اوف بروجستيرون يعني كميته بتقل. وطبعا الكلام ده كله فين؟ الكلام ده كله في السكند هاف اوف ذا سايكل اللي هو اليوتيال فيز يعني. تمام. بيقول لك الموضوع مش مقتصر على ديفكت ان سكريشن اوف بروجستيرون ككميه. هو فعلا ككميته ممكن تقل. هو كميته اصلا النورمال يعني من خمسة ل 20 نانو جرام. تمام. هو فعلا كميته ممكن تقل وفي الحاله دي بنسميها اليوتيال فيز ديفكت. ولكن احنا برضه ممكن نسمي اليوتيال فيز ديفكت على ان ال 14 يوم دول قلوا. ال 14 يوم دول قلوا وسواء ال 14 يوم قلوا او نسبه البروجستيرون قلت بطانه الرحم الاندوميتريوم مش هتكون بقت في على الجاهزيه التامه ان هي تستقبل جنين. وبالتالي هيحصل ايه زي ما احنا ما قلنا؟ هيحصل ابورشن. وبالتالي بالتبعيه برضه هيحصل ايه في الاخر؟ هيحصل انفيرتيليتي. تمام كده. تمام. طب لو انت ما سالتش نفسك كده البروجستيرون ده قل علشان الكوربس ليوتيام مش تمام الكوربس ليوتيام مش تمام لان هرمون ال ال اتش ده مش تمام لان ال ال اتش ده هو اللي بيكبر الكوربس ليوتيام او هو اللي بيخليه يتكون اصلا يعني. تمام. وطبعا الاف اس اتش لو ما كانش تمام والجريفن فوليكل بالتالي ما كانتش تمام هي كمان مش هتكون لنا كوربس ليوتيام. تمام. وبالتالي اللي بيأثر لو احنا لقينا لو احنا دورنا في اصل المشكله بتاعت البروجستيرون ده هنلاقي ان ال ال اتش والاف اس اتش هم اللي ورا الليله كلها. وبالتالي اي حاجه هتقلل لنا دول اي حاجه هتقلل لنا دول فنعتبرها سبب وهنتهمها معانا. تمام. طب ايه الحاجات ديت؟
ايه الحاجات ديت؟ عندك حاجه زي الاستريس، عندك حاجه زي الدايبيتس ميليتس، عندك حاجه زي الكوشنج، عندك الاندروجين، عندك هايبو ثايروديزم اند هايبر ثايروديزم. تمام. في حاجه مهمه بقى، الهايبر برولاكتينيميا، وديت الحاجه الوحيده اللي انت ممكن تفهمها من الاسباب الرخمه ديت، ان الهايبر برولاكتينيميا ديت، طبعا انت عارف ان البيتيوتري بتفرز جنب الاف اس اتش والال اتش هرمون البرولاكتين، هرمون البرولاكتين، ولكن هما مش اخوات، ولكن هما مش اخوات، هما ولاد عم بيكرهوا بعض. البرولاكتين تقلل الاف اس اتش والال اتش، والاف اس اتش والال اتش يقللوا البرولاكتين، فهما الاثنين ايه؟ عكس بعض. تمام. وبالتالي البرولاكتين لما يزيد الال اتش والاف اس اتش يقلوا. تمام كده. تمام. وبالتالي يحصل مشكلة اللي احنا بنتكلم فيها. مفهوم؟ مفهوم. آه، تمام. احنا قلنا ايه؟ عندك حاجه زي الدايابيتس، عندك حاجه زي الكوشنج، عندك حاجه زي الهايبو والهايبر ثايروديزم. فانت يعني الكلينيكال بيكتشر اللي ممكن تظهر غير الريكرنت ابورشن والانفرتيلتي اللي احنا قلنا عليها، اللي هو الاعراض بتاعت الكوز ده. تمام. حاجه زي الدايابيتس، الهايبر برولاكتينيميا، زي ما هنعرف بعد شويه كام دقيقه كده ان شاء الله، ان بتعمل حاجه اسمها جلاكتوريه، فالكلينيكال بيكتشر بتاعتها تظهر. تمام. وطالما في كوز فهنعمل له انفستيجيشن. تمام. وهنعمل له كنترول اللي هو تريتمنت يعني. تمام. وبجماله التريتمنت بقى، مش احنا قلنا ان التعريف بتاع الحوار اللي احنا بنتكلم فيه ده، اللي هو ان البروجستيرون قل علشان بيفرز بكميه قليله من الكوربس ليوتيم، او طب ما تديله يا عم بروجستيرون من بره في السكند هاف اللي انت عندك مشكله فيها دي. تمام. ولما تيجي تدور على المشكله وتعرف المشكله موجوده ولا لا، هتقيس برضه بروجستيرون، هتلاقيه قليل ولا لا. تمام معايا لحد دلوقتي كده؟ يا رب تكون قليل معايا لحد دلوقتي كده. تمام. في حاجتين بقى، في حاجه كده فاضله في الكلينيكال بيكتشر اسمها ايه؟ اسمها ابنورمال يوتراين بليدنج اون ذا فورم اوف ديس فانكشنال بوليمينوريا اند ديس فانكشنال مينوراجيا. بص، هي الحته دي كده تمام، ديت موجوده يعني، موجوده اللي هو ايه؟ الكلمتين دول بس، الكلمتين دول بس موجودين في الكلينيكال بيكتشر بتاعت بتاعت اليوتيال فيس ديفكت، ولكن مشروحين زي ما انت ما شايف كده بالتفصيل المهم في محاضره الابنورمال يوتراين بليدنج. ولكن افهم بس كده ان الديس فانكشنال بولي مينوريا زي ما انت ما عارف من محاضره الابنورمال يوتراين بليدنج، بولي مينوريا يعني انت عندك ايه؟ عندك ان السايكل قليله، اقل من 21 يوم، فبتحصل على طول. هي بتكون قليله ليه؟ علشان المرحله الثانيه اللي هي اليوتيال فيز اللي هو سكند اوف يعني صغير بس. تمام. طب الديسفانكشنال مينوراجيا، الديسفانكشنال مينوراجيا ممكن يكون له يعني ممكن يكون له سبب من اتنين، يا اما الاندومتريوم بتقع بدري او بتقع متاخر. تمام. بتقع بدري ليه؟ بتقع بدري علشان الكوربس ليوتيم ضعيف، فما بتلحقش تكمل ال 14 يوم بتوعها. تمام. ما بتلحقش تكمل 14 يوم بتوعها. واحنا لما بناخد بريمن سيرول اندوميتريال بايوبسي، طبعا احنا قلنا ان هي ما بتلحقش تكمل 14 يوم بتوعها، وبالتالي هي بتوصل لمرحله السكريتوري، وبالتالي ال 14 يوم مش بيكونوا كاملين، اللي هم السكريتوري فيز. تمام. ما بتكونش كامله، وبالتالي بيكون عندك ويك سكريتوري تشينجز، ما بتلحقش تعمل السكريتوري تشينجز ديت او السكريتوري او السكريتوري فيز، ما بتلحقش تعملها، وبالتالي بيكون عندك ويك سكريتوري تشينجز. تمام. طب السبب الثاني هو ديليت شيدنج اوف اندومتريوم، يعني الاندومتريوم بيتاخر على ما بيتهتك. ليه؟ لان انت بيكون عندك سلو اند انكمبليت ديجنريشن اوف كوربس ليوتيم، يعني الكوربس ليوتيم بيحصل له ديجنريشن ببطء و جزئيا يعني مش كلي. تمام. تمام. وديت بيجي لها دم بعد الدوره، يعني بيجي لها الدم في يعني بينزل عليها الدم في الدوره عادي خالص، وبيجي لها دم بعد الدوره تاني، وهي بتستغرب وبيجي لك بالسبب ده يعني. تمام. وانت خدت بايوبسي بوست من جزء الاندومتريال بايوبسي، هتلاقي باتش سكريتوري اندومتريوم بيكون يعني في مرحله البروليفريتيف. ليه بقى؟ ما انا قلت لك ان هي ايه؟ جات لك بعد ما الدم نزل عليها، يعني خلاص الدم نزل عليها، وهي جات لك بعد ما الدم نزل عليها، يعني هي خلاص بدات السايكل الجديده، يعني بتكون في الفيرست هاف بتاع السايكل الجديده، الفيرست هاف اللي هو كان ايه؟ اللي هو كان بروليفريتيف اندوميتريوم. تمام؟ تمام. احنا كده وضحنا الكلمتين دول،
احنا كده وضحنا الكلمتين دول، ووضحنا برضو الكلمه دي في الانفستيجيشن، هو بري منستيريال اندوميتريال بايوبسي، اللي هو عندك في الديسفانكشنال بولي مينوريا وفي الديسفانكشنال مينوراجي. تمام كده تمام. واخر حاجه بقى البيزل بادي تمبريتشر شارت تبع الانفستيجيشن. يعني يا فاء، بص يا فاء، حوارات وتفاصيل مش تبعنا اصلا، ولكن اهم حاجه بس ان انت تكون عارف ان الشارت او الشكل اللي هتديه لك يعني بيكون اسمه سب نورمال، بس اسمه سب نورمال، وريح نفسك من اي صداع. تمام. في بقى كوز مش مكتوب هنا، اللي هو الاندوميتريوزيس، الاندوميتريوزيس يعني. تمام. الاندوميتريوزيس بتفرز لك حاجه اسمها بروستا جلاندين اف 2 باين، او اف 12، اف 12، بروستا جلاندين اف 12. تمام. البروستا جلاندين اف 12 ديت بتعمل لك بريماتيور كونتراكشن او بريماتيور ديجنريشن اوف كوربس ليوتين. يعني هي بتعمل لك الحوار ده اللي هو بريماتيور ديجنريشن اوف كوربس ليوتين، بس ولا اكتر ولا اقل. كده يعتبر الليوتيال فيز ديفكت خلص والحمد لله. الاول بس يا شباب، انا غلطت لما كنت بتكلم عن البروجستيرون في اليوتيال فيز ديفكت، وكنت بقول ان نسبته من 25 نانو، ولكن ده غلط، هو نسبته من 3 ل10 نانو. اللي انما الهرمون اللي نسبته من 25 نانو فهو البرولاكتين، اللي احنا هنتكلم عنه في موضوع اخر موضوع معانا، اللي هو الهايبر برولاكتينيميا. هايبر برولاكتينيميا يعني انكريز السيرم برولاكتين عن 20 نانو جرام، وبيكون متميز بالجلاكتو ري. تمام. قبل بس ما نتكلم في اي حاجه، هو الـ الكلمتين دول او المعادله دي بتلخص كل الحوار. هو البرولاكتين علشان يعني هرمون مشاغب شويه، فله علاقه بالحاجات الباقيه. اولا هو البرولاكتين مسؤول عن البرودكشن اوف ميلك بديهيا يعني. تمام. وبيفرز منين؟ بيفرز من البيتيوتري جلاند، بيفرز من البيتيوتري جلاند مع شوية هرمونات كتير كده ملناش دعوة بيها. تمام. التلات معادلات اللي متجمعين دول خلينا كده ناخدهم واحدة واحدة. بيقول لك إن البرولاكتين يتناسب طرديا مع الاستروجين والبروجستيرون، مع الاستروجين والبروجستيرون، يعني الاستروجين والبروجستيرون يعلو هو يعلى معاهم، يقلوا هو يقل معاهم. ولذلك الاستروجين والبروجستيرون بيكونوا عاليين في البريجننت، وبالتالي البرولاكتين بيكون عالي في البريجننت. تمام كده تمام. كده خلصنا من اول شق في المعادله. ندخل على الشق الثاني، هو ان البرولاكتين يتناسب عكسيا مع الاف اس اتش والال اتش، يتناسب عكسيا مع الاف اس اتش والال اتش. وبالتالي لما البرولاكتين عندنا يكون عالي، يعني يكون عندنا هايبر برولاكتينيميا، يبقى الاف اس اتش والال اتش قليلين، وبالتالي يكون عندنا مشكله اللي احنا كنا بنتكلم عنها، اللي هي اليوتيال فيز ديفكت. اليوتيال فيز ديفكت بقى بالحاجات بتاعتها، اللي هو الابورشن والانفيرتيلتي والابنورمال يوتراين بليدنج. الابنورمال يوتراين بليدنج اللي هو اللي كان ديسفانكشنال بولي مينوريا وديسفانكشنال مينوراجيا، والحاجات دي كلها. تمام. فدي برضو يعني قاعده مهمه جدا. تمام. اخر قاعده معانا واخر شق معانا، ان الدوبامين يتناسب عكسيا مع البرولاكتين. يبقى البرولاكتين والدوبامين هما الاثنين اعداء، هما الاثنين اعداء. وبالتالي انا لما يبقى عندي هايبر برولاكتينيميا، يعني البرولاكتين عالي، فلازم قصاد ده ان الدوبامين يكون قليل. تمام. طب انا اقلل الدوبامين بايه؟ هقلل الدوبامين بدوبامين انتاجونست. وبالتالي لما يكون في شخص بياخد دوبامين انتاجونست، فالدوبامين يقل، البرولاكتين هيقوم عالي، فيقوم عامل لك هايبر برولاكتينيميا. فاهمني لحد دلوقتي؟ يا رب تكون فاهم. تمام. طب انا لو عندي هايبر برولاكتينيميا وعاوز اعالجه، اقلل الهايبر ده علشان اقلل البرولاكتين، هعلي الدوبامين. طب عشان اعلي الدوبامين هديله دوبامين اجنست. تمام. وبالتالي انا لما اجي هتكلم عن الكوزس هقول لك الدوبامين انتاجونست، لما اجي اتكلم عن التريتمنت هقول لك دوبامين اجونست. تمام كده
ان شاء الله يكون تمام. خلينا بقى نقرا الكلمتين بتوعنا. طبعا احنا قلنا الديفينيشن الهايبر برولاكتينيميا انكريز سيرم برولاكتين وبيتميز بالجلاكتوريه. تمام. الاسباب بتاعته عندك اسباب فيسيولوجيكال، عندك اسباب فارماكولوجيكال، عندك باثولوجيكال. تمام. الفيسيولوجيكال اي حاجه بحرف الاس، سليب، ستريس، سكس سيرجري، ساكلينج، سكند هاف اوف سايكل. طبعا البريجننت اند لاكتيد اند لاكتيشن، علشان ايه؟ علشان اف اس اتش والال ايه، علشان يا ربي الاستروجين والبروجستيرون كنا لسه بنتكلم عنه. تمام. طب الفارماكولوجيكال الشق الاخير اللي احنا كنا بنتكلم عنه، علشان اعلي البرولاكتين اعمل هايبر برولاكتينيميا لازم اقلل الدوبامين. اقلل الدوبامين ازاي؟ ان انا ادي دوبامين انتاجونست. تمام. دوبامين انتاجونست زي ايه؟ اي حاجه فيها انتي، اي حاجه فيها انتي، انتي سايكوتيك، انتي ديبريسنت، انتي هايبرتنسيف، انتي ايميتيك، حط معاه بقى اوبييت، سيديتيف، الكلام اللي انت عارفه ده كله. كلام سهل يعني ان شاء الله. تمام. بعد كده عندك باثولوجيكال، ودي اهم حاجه. تمام. خلينا كده نخلص من حاجه، مش البرولاكتين ده هرمون، هرمون يعني الليفر بيشتغل عليه وبيخرج عن طريق الكدني. وبالتالي لما يبقى عندك ليفر ديزيز او رينال ديزيز، مش هيخرج من مش هيخرج من الجسم، ولا هيت ولا هيتك مش هيخرج من الجسم عن طريق الكدني، ولا هيتكسر في الليفر، وبالتالي نسبته هتفضل عليه في الجسم. تمام كده. تمام. مش بص، مش احنا قلنا ان البرولاكتين ده بيفرز من البيتيوتري جلاند، والبيتيوتري جلاند موجوده في السله تورسيكا. بص، ادي السله تورسيكا اهيت. تمام. ودي دي مثلا كده وليكن الهايبوثالامس، ودي كده البيتيوتري. تمام. متصلين مع بعض عن طريق حاجه اسمها ستوك كده. فلما ف السندروم بتاعت ام بي تي، سله سندروم ديت طبعا بتبقى يعني سندروم كونجينيتال، بيحصل فيها ان السب اراكونويد سبيس بيهرب من الثيرد فينتريكل وبيروح الفصه ديت اللي هي السله تورسيكا ديت، علشان ايه بقى؟ لان المفروض ان بيطلع هنا نيجاتيف فيدباك علشان يعمل انهبيشن، عشان يعمل انهبيشن للهرمونات اللي طالعه من الهايبوثالامس للبيتيوتري، عشان تحفز انها تخرج هرموناتها. تمام. المهم يعني، فلما السب اراكانويد سبيس ده يهرب لجوه السله تورسيكا، او السي اس اف يهرب لجوه السله تورسيكا، تمام، النيجاتيف فيدباك ده هيتمنع، اللي هو الانهبيتوري امبالس، اللي هو انهبيتوري امبالس، وبالتالي البيتيوتري بقى هتشوف شغلها ومش هتلاقي حد يكلمها، فهتزود لك افراز البرولاكتين، فهتعمل لك هايبر برولاكتينيميا. تمام. تمام. برضو بنفس الفكره كده في البارا مالجننت سيندروم، البارا مالجننت سيندروم. وطبعا الكلمه المكتوبه في كل صفحه في كتاب النساء اللي هو البوليسيستيك اوفري. تمام. وحاجه كمان اسمها وحاجه كمان اللي هو الهايبوثايروديزم. بص، هو في يعني هو له شرح. تمام. بس عشان ما نضيعش وقت فيه على الفاضي، اعرف بس ان هو ايه، ان هو برايمري، يعني برايمري هايبوثايروديزم، ان هو برايمري هايبو ثايروديزم. طبعا انت عندك برايمري وسكندري، فلما يجي يسالك يعني في الام سي كيو هتقول له ان هي ايه، برايمري هايبو ثايروديزم. وطبعا ايديسون ديزيز زيه زي البي سي او، محشور في اي حته، هو الكوشنج والكلام ده كله. تمام. اول حاجه بقى اللي هي السندروم ديت بقى، اللي هي امينوريا جلاكتوريا سندروم. تمام. ديت مشروحه في الامينوريا، فانا برضو مش هضيع لك وقت فيها. تمام. فكده يعتبر احنا خلصنا الكوزيس. ندخل بقى على الكلينيكال بيكتشر. بص، مش احنا يعني اول كلمه في التعريف قلنا ان الهايبر برولاكتينيميا دي بنسبتها يعني زياده نسبه السيرم برولاكتين، وبتتميز بايه؟ بالجلاكتوريه. زود لك بس كلمه بيقول لك ان الجلاكتوريه ديت ممكن تكون يوني لاترال وممكن تكون باي لاترال بس. تمام. وبيقول لك ان احنا لسه قايلين الاسباب فوق بقى، بيقول لك ان الاسباب ديت هيكون ايه لها الكلينيكال بيكتشر بتاعتها. مثلا عندك رينال او ليفر ديزيز، عندك هايبوثايروديزم، عندك بيتوتري تيومر. تمام كده. تمام. فاكر ان انا قلت لك
العلاقة اللي ما بين الاف اس اتش والال اتش والبرولاكتين اللي هي العلاقة العكسية، تمام، وبالتالي الهايبر برولاكتينيميا اللي هو زيادة نسبة البرولاكتين هتقلل الاف اس اتش والال اتش، وبالتالي هتعمل لك ايه؟ هتعمل لك لوتيال فيز ديفكت. لوتيال فيز ديفكت اللي هو رقم 2 ده، تمام، هيعمل لك ابنورمال يوترين بليدنج، وبالتالي هيعمل لك ان اللي هو ان اوفال ان اوفالويشن يوترين بليدنج، تمام. وطبعا ال نتيجة اليوتيال فيز ديفكت ده هيكون في سب كلينيكال ابورشن او ريكرنت ابورشن يعني، وانفيرتيليتي، تمام. والاثنين اللي فاضلين دول اللي هو الامينوريا، هيحصل لك امينوريا، وتركز جدا 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 في النسبة اللي هي من 10 ل 20%، دي لازم ان هو يحصل معاها امينوريا، يعني 10 في 10 ل 20 واحدة يعني من اللي بيحصل عندهم هايبر برولاكتينيميا لازم يكون معاهم ايه؟ امينوريا، تمام. ندخل على الانفستيجيشن، طبعا الكوز دي مش مستاهلة، تمام، اللي هو الكيدني والليفر والهايبوثيروديزم اللي هو البرايمري، خلي بالك البرايمري هايبوثيروديزم، فتكشف عنه عن فتكشف عنه على التي 3 والتي 4 والتي 6 التي سي اتش، تمام، والاديسون، فتكشف عن ايه؟ الكورتيزون والاندروجين، تمام. وطبعا اول حاجه انت لازم تعملها ان انت ايه؟ تكسكلود البريجنانس واللاكتيشن. ليه؟ علشان الاستروجين والبروجستيرون او البروجستيرون بيكونوا عاليين وهما بيتناسبوا طرديا مع البرولاكتين، فيعلوا ايه؟ البرولاكتين معاهم، هياخدوه كده في ايدهم، تمام. انت بقى هتعمل سي تي وام ار اي علشان تشوف التيومر، تمام، عشان لا بص، هو انت الحاجه اللي فاضله بقى في الانفستيجيشن ان انت تشوف التيومر. هتشوف التيومر ازاي؟ اما هتعمل له سي تي واما ار اي على البرين، تمام، واما هتقيس السيرم برولاكتين. هتقول لي ايه الدلاله او ايه العلاقه ما بين السيرم برولاكتين اللي هو في الدم وما بين التيومر؟ هقول لك ان انت تشوف السيرم برولاكتين، تمام، في السكند هاف اوف سايكل عند اليوم 21 و 22، وديت حاجه حفظ لازم تحفظها يعني، تمام. لو انت لقيت السيرم برولاكتين ما بين 20 ل 100، هيكون ده يعني ايه؟ احتمال ان هو ما يكونش تيومر، احتمال ان هو اي حاجه تانية، تمام. لو لقيت السيرم برولاكتين نسبته في الدم ما بين 100 ل 200، ده سجستيف تيومر، يبقى انت هتحط ايه؟ التيومر في الحسبان بقوه يعني، تمام. طب لو انت لقيته اكتر من 200، فخلاص يا باشا ده هو كده بقى تيومر، هو كده بقى تيومر، تمام، تمام. وده في الغالب يعني ان هو بيكون اشهر حاجه، يعني اشهر حاجه هو التيومر، او اخطر حاجه ان هو التيومر يعني، تمام. اخر حاجه بقى، الحمد لله عشان انا مطبق وهموت وانام، التريتمنت اوف هايبر برولاكتينيميا. انا مش عارف انا اللي انا شايفها صح ولا غلط، يعني عشان انا مطبق، بس هي هايبر برولاكتينيميا مش هرشوتيزم. طبعا الكوز ماشي يا سيدي، وطبعا احنا قلنا ايه بقى؟ انت عندك هايبر برولاكتينيمي، فانت ايه؟ عاوز تلغيها وتقللها. هتقلل البرولاكتين ازاي؟ ان انت تزود الدوبامين، تمام. عشان تزود الدوبامين هتديله اجنست، هتديله اجنست، تمام، اجنست. هقول لك كلمة واجري، تمام. بص، انا تعبت والله من الناس اللي هي عماله العيال الصغيره اللي بره دي. هقول لك كلمه واجري. نور فين؟ نور في قلبك، ماشي يا عم. واحده اسمها نور في قلبك، او علشان يعني لو انت واحده، تمام، لو انت واحده فبصمجيها ان هي نور في قلبك، واحده صاحبتك يعني، نور في قلبك. لو انت واحد، ماشي يا عم السالك، لو انت واحد فخليها ايه؟ جابر، اعتبر ان السي ديت جي يعني، جابر في قلبك، تمام كده، تمام. ناخد البصمجه بتاعت البنات اللي هو نور في قلبك، نور اللي هو اللي هو نور نور برو نور نور برو برولاك، تمام. والفي اللي هو فيتامين بي 6، والاي
الكلمة الأخيرة دي، والـ L اللي هو الكلمة التانية دي، والـ B اللي هو الكلمة الأولى دي، والـ Q اللي هي الكلمة اللي في النص دي. تمام؟ تمام. نيجي بقى البصمجة بتاعت الولاد، اللي هو جابر في قلبك، الـ V طبعا الفيتامين B6 برضو، والجابر، وجابر اللي هي الكلمة دي اللي هي قبل الأخيرة دي، تمام، وقلبك الـ A والـ L والـ B ثابتين، والـ C والسي لا لا معلش ثواني، دي انا مش عارف انا بعمل ايه، ولكن يا شباب يا شباب عذرا عذرا عذرا، ايه ده، ما تتعصبش عليا. تمام، دي هتبقى كده حلو، مظبوط كده، ايوه مظبوط كده، ودي هتبقى كده، يبقى نور في قلبك وجابر في قلبك. تمام، بصمجها زي ما هي كده. احنا كده يعتبر خلصنا، الحمد لله الحمد لله، يعني قدر ولطف. وهنحل بقى السؤالين مع بعض عشان ننام. اخر حاجة معانا وهي الأسئلة. بيقول لك اول سؤال، بالنسبه لي الهايبر برولاكتينيميا، كل ده صح ما عدا ايه؟ دراج انديوز طبعا، كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها، لا فارماكولوجيكال كوزس، ستريس، قلنا ان الفسيولوجيكال كلهم بحرف الاس، كان كوز انفيرتيليتي طبعا تبع اليوتيال فيز ديفكت. تمام، بيقول لك الدوبامين اجونست تريتمنت، ايوه فعلا احنا قلنا ان التريتمنت اجونست، انما الكوز هو انتاجونست. تمام، هتبقى الاجابه رقم دي. وعموما يعني البيتيوتري ادينوما احنا هي بتخف لوحدها، تمام، في الغالب يعني. والسؤال ده متكرر تاني بس الاجابه بي. تمام، بيقول لك الهرشتيزم ممكن نلاقيه في كل دول ما عدا ايه؟ طبعا البوليسيستيك اوفري سيندروم والاندروجين سيكريتنج اوفريان تيومر اللي هو الفيريلايزنج اوفريان تيومر، دول الاسباب بتاعت الاوفري، والاسباب بتاعت الادرينال هو ادرينال هايبر بليجيا، والتيومر مش موجود في الاختيارات، والدنازول. تمام، الكونتراسبتيف بيلز طبعا كان الاسباب الفارماكولوجيكال كانوا 5، ما لمحناش منهم الكونتراسبتيف بيلز. تمام، بيقول لك ست عندها 28 سنه جات لك العياده بتشتكي ان هي عندها هرشتيزم، دقنها بتكبر يعني، ولا مش عارف شنبها بيكبر، بقى لها 3 شهور. ايه الحاجه الانيشيال كده اللي انت ممكن تعملها؟ وطبعا كل الاسباب اللي احنا اتكلمنا عنها مفيش اي حاجه خالص خاصه بالبرين، فهي دي يعني الحاجه الوحيده اللي احنا مش هنعملها، انما التستوستيرون هنعمله عادي، الالترا ساوند على الاوفري عشان تيومر، وعلى اليوترس عشان تيومر برضو، والبروجستيرون تمام هنعمله عادي يعني، انما السي تي برين هي دي اللي احنا مش محتاجين ان احنا نعملها. تمام، بيقول لك واحدة عندها 22 سنة بتستشيرك على الهرشتيزم، وعندها اوبيز وفيشيال اسيناي او اكن يعني وهرشتيزم، تمام، وشوية كلام كده، ال LH 35 وال FSH 9، وطبعا الارقام دي يعني بالعين المجردة كده من غير ما تكون عارف النورمال هتحس ان هم كبار كبار قوي. تمام، وبيقول لك ال اي دي والتستوستيرون عاليين، تمام، والدهيه اس نورمال، طالما الدهيه اس نورمال يبقى انت استبعد اي حاجه خاصه بالادرينال، هو مش لازم يكون في الاختيارات ديت يعني او في السؤال ده، ولكن انت ليك بعد كده، طالما الدهيه اس نورمال يبقى استبعد اي حاجه خاصه بالادرينال. تمام، بيقول لك بقى العيانه دي مش عاوزه تحمل دلوقتي، مش عاوزه تحمل دلوقتي، ايه هتعمل مع ايه؟ هي الكلمه دي هي حل السؤال. تمام، ترى مش عايز تحمل دلوقتي، خلاص خد يا ماما كونتراسبتيف بيلس وخلاص. تمام، بيقول لك دراج اوف تشويس اوف جلاكتوريا تبقى كابر، جابر، تمام، جلاكتو يبقى كابر على طول، صبح كابر، تقول بقى صبح كابر، قول تقول جابر صاحبي، قول اللي انت عاوزه. تمام، بالنسبه للبرولاكتين والهايبر برولاكتينيميا، كل ده صح ما عدا ايه؟ البرولاكتين سكريتد انتيريو بيتوتري صح، الادينوما سبنتينوس ريزوليوشن لسه قايلها لك فوق برضو صح، البرولاكتين انهبيتس اوفريان ستريدوجينيسيز صح برضو، فاكر انت المعادله بتاعت
الاف يا ربي ثواني معلش. ايوه انا كنت اقول، انا كنت اقولها صح، هو الاوفيريان استرويد ديت اللي هي اف اس اتش والال اتش. مش احنا قلنا ان البرولاكتين على علاقة عكسية معهم؟ اه يعني انهبت، يبقى ديت صح، يبقى الاجابة الوحيدة اللي فاضلة الاخيرة. تمام. رقم 8، ايه اللي مش سبب للهايبر برولاكتينيميا؟ الكرونيك رينال، ايوه. الهايبوثيروديزم، ايوه. البيتيتري ادنوما برضو، ايوه، اللي هو البارا مالجنانت تيومر. تمام. يبقى الحاجه الوحيده اللي فاضله اللي هو اليوترين ساركوم. كل الاسئله عامل الاستبعاد. كده المحاضره خلصت يا شباب، اتمنى تكونوا استفدتوا، واتمنى اكون ما قصرتش في حاجه. وان كان من توفيق فهو من الله عز وجل، وان كان من خطا او سهو فهو مني ومن الشيطان ومن نفسي. وربنا يسامحنا على كل تقصير، وربنا يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وربنا ينصر اخواتنا الفلسطينيين يا رب العالمين، ويحفظ دماءهم ورجالهم ونسائهم واطفالهم وشيوخهم وجميعهم يا رب العالمين، وينصرهم نصر عزيز مقتدر يا رب العالمين، وايدهم بنصر يا رب. ويرحم زميلنا واخونا محمد دسوقي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.